بسم الله الرحمن الرحيم. انا شيكو الدنجوان، بكتب اغاني شعبي مهرجانات وكده، بكتب اغاني لسادات وفيفتي والاوكا اورتيجا يعني. وبدايتي كانت مع سادات، كنت كاتب اغنيه اسمها انا وبالا، ده الكلام ده من بدري، من كام سنه يعني. والحمد لله اشتغلت معاهم وعملت اكتر من حاجه يعني، عملت كذا حاجه واخرهم مش هروح، وعملت الاوكا اورتيجا، فوق صح النايمين، اغنيه فيلم 8% بس يعني. وعملت ال 350 يعني اكتر من اغنية، عملت اشتغلت معهم فترة كبيرة يعني. هي دي كانت اول بدايتي كانت معاهم. تمام، انت شايف انك يعني ليه ما تبدأش في الموضوع ده، انك تعمل مثلا حاجة ليك انت، او انك تبدأ تطور حاجة، او تكتب حاجة مثلا تغني انت تغنيها؟ لا هو بص يعني، في حاجة مثلا بلدي بيقول لك ادي العيش لخبازه يعني. انا الناس عرفتني كده وانا ده شغلي يعني، ما محطش نفسي في حاجة تاني مش بتاعتي. هو تمام، في ناس بتقول ان الاغاني دي اي حد ممكن يغنيها وكده، بس ده يعني مش صح. فانا الحاجه اللي انا يعني انا فيها كده احسن يعني. ده كل واحد ليه شغله وكل واحد ليه حاجته يعني، وربنا يوفق الجميع. عرفنا ان اتعرض عليك يعني كتابه سيناريوهات وحاجات، فانت ايه رايك؟ تمام، انك تبدا في كتابه حاجه قويه. بص والله ان انا اجرب ده يعني مش وحش يعني، عادي. انا مش هقول لك انا واثق كان هعمل، لا انا عادي هجرب وان شاء الله ربنا يكرمني يعني، واعمل حاجه تعجب الناس يعني. تمام، انت شايف كتابة مثلا اغنية يختلف عن كتابة مثلا سيناريو فيلم واشخاص وتفاصيل وحياة انسان، عن اغنية بتوصف مثلا موقف؟ اكيد طبعا يعني. اكيد طبعا. بس في حاجة يعني، هما الاتنين شبه بعض في حاجة، الاغنية لازم تبقى فاهم حاجة تشد الناس، فاهم في بتاع الفيلم فكرة، هو الفيلم كله بقى عبارة عن فكرة بس. والاغنية نفس الكلام يعني، الاغاني دلوقتي الاغاني احسن الاغاني يعني لازم اغنيه فيها حاجه اسمها افيه. الافيه ده يعني حاجه تشد الناس، حاجه تخلي الناس يعلقوا على الاغنيه، ايه اللي هو بيغني ده، ايه اللي هو بيقوله ده، فاهمني؟ فالفيلم برضه يبقى نفس الكلام، فكره. لو فكره ناجحه خلاص انت كده ان شاء الله عملت سيناريو ناجح وعملت فيلم ناجح. تمام، اتعرض على شيكو انه يمثل حاجه قبل كده او يخش في فيلم؟ لا بس اتعرض على ان انا اكتب افكار برامج، اكتب سيناريوهات افلام كده، كان حوار التمثيل والكلام ده. لا